performance evaluation دي واحدة من أهم المهام إن المنشأة لازم تهتم بيها في الايزو، بس للأسف في شركات كتير مش بتهتم بالموضوع ده، مش بتهتم بالإيفاليويشن. طيب هو إيه أهمية الإيفاليويشن أصلاً؟ إحنا دلوقتي في الشركات بتاعتنا لما بتيجي الشركة تعمل لنا إحنا كموظفين إيفاليويشن، هو إيه المهم؟ يعني هي بتعمل موظفين، بتعمل الإيفاليويشن عشان تقول إن الـ الموظف ده كويس محتاج ترقية ولا مش كويس، ولا محتاجين إن إحنا نمشيه، ولا محتاجين إن إحنا نخليه، ولا محتاجين ده؟ لا خالص. الإيفاليويشن الهدف منه تقييم الأداء، إن هو يقول أنت إيه المواضع الضعف اللي عندك وإيه مواضع القوة اللي عندك. أنا مثلا ممكن أكون language بتاعتي كويسة جدا، أنا مثلا بعرف أتكلم كويس في الإنجليش، بس مثلا المهارات بتاعتي في الكتابة مش قوي، فأنا ممكن أكون شغال مثلا back office مش front office، فممكن أكون هما مشغليني مثلا سكرتارية مثلا على حاجة، بكتب جوابات، بعمل حاجات زي كده، وفي حد تاني هو اللي بيتعامل مع الكاستمر. طب أنا لما بيتعامل evaluation للناس اللي في الشركة دي، يبتدوا بعد كده يقولوا إن الراجل ده شاطر كويس جدا في الإنجليش، فيقدر إن هو يتعامل مع الكاستمرز الأجانب أكتر من الراجل اللي في الفرونت أوفيس. فبالتالي إحنا ممكن نغير، ناخد إن نستغل نقطة القوة اللي عنده في اللغة ده، ونخليه هو شغال يتعامل مع الكاستمرز، خلي الراجل التاني بما انه هو الشاطر في الحاجات بتاعة الكمبيوتر يتعامل هو عن طريق الكمبيوتر في الباك اوفيس. فدي حاجة ممكن تكون من ضمن الحاجات اللي بتتعمل في الايفاليويشن. تمام؟ فاحنا ايه الهدف من البرفورمانس ايفاليويشن؟ الهدف تقييم الاداء انه يقول ايه مواضع القوة والضعف، هل الشركة دي بتحقق الاهداف اللي هو حطها لنفسها ولا ما بتحققش، هل هي فعلا ماشيه على التراك اللي هي عاوزاه، ولا هي لا مغيره التراك وان هي مش ماشيه اصلا ومش حاطه بلان ومش عامله اي حاجه، هل الشركه بتنفذ السياسه اللي هي كاتباها لنفسها ولا لا، هل الشركه بتحدد رضا العميل، فعلا بتحقق رضا العميل عندها ولا ما بتحققش ده. فدي من ضمن الاسئله اللي بنسالها، اللي الايزو بيسالها للشركه في البرفورمانس ايفالويشن. تمام؟ طيب دلوقتي أنا لازم أقيم أداء الشركة بتاعتي، فأعمل إيه؟ أول حاجة لازم بيحدد هو بيقيس إيه، يعني لازم وأنا في الشركة أحدد أنا هقيس إيه. تاني حاجة لازم أعرف هقيم ده إزاي، يعني لازم يكون عندي كريتيريا تقول أنا هقيس إيه وهقيمه إزاي، وإيه طرق القياس بتاعتي، لازم أحدد طريقة للقياس، إيه هي طرق القياس والمتابعة بتاعتي. طبعا اهم طريقه من طرق قياس الاداء اللي موجوده في الشركات عندنا هي الانترنال اوديت، اللي هو المراجعه الداخليه للشركه، ان هي بتحدد مجموعه من الناس هي اللي بتعمل الانترنال اوديت على بقيه الشركه تانية كلها، وتحدد هل هم ماشيين على الكواليتي ولا مش ماشيين. ثالث حاجه تحديد ان احنا نقيسه كل قد ايه، الفتره الزمنيه اللي احنا بنقيس فيها الايفالويشن ده قد ايه. طيب هل انا مثلا بعمل كده كل سنه، فالناس محتاجه ان هي تريح دماغها طول السنه وتيجي على اخر شهر في السنه تظبط ورقها وتظبط حاجتها وخلاص تستعد للاودت، ولا هل انا بعمله مثلا كل 3 شهور، فبالتالي الناس بتبقى عارفه ان عليها فولو اب طول الوقت، فبتبقى دايما مستعده ودايما ورقها جاهز وحاجتها جاهزه ان هي تقدم الريبورتس بتاعتها وتبقى ماشيه على الكواليتي بطريقه صح ولا لا. فقلنا اهم حاجه من ضمن الحاجات دي ان هما 3 حاجات، لازم نحدد احنا بنقيس ايه وهنقيمه ازاي، 2 لازم نحدد طريقه القياس والمتابعه هتبقى عن طريق ايه، ثالث حاجه لازم نحدد الفتره الزمنيه اللي احنا بنعمل فيها الميجرمنت بتاعتنا دي كل قد ايه. بعد كده بنتكلم عن الانترنال اوديت، لازم الشركة بشكل منتظم تعمل مراجعات داخلية لكل العمليات اللي بتحصل داخليا وتحدد لها مواعيد ثابتة. طيب هدفها ايه المراجعة دي؟ هدفها مراجعة كل العمليات اللي بتحصل في المنظمة ومقارنتها بالسياسات والإجراءات الموضوعة، وتتأكد انها بتنفذ الإجراءات دي بشكل صحيح. تمام؟ طيب ايه كمان؟ هدف الأوديت ايه بقى؟ الأوديت بيحدد يشوف هل احنا بنحقق الأهداف بتاعة الشركة ولا لا؟ هل احنا ماشيين على الستاندرد بتاعه الايزو ولا لا؟
طبعا ده يا اما بتشوفه على الشركه ككل او بتشوف على كل ديبارتمنت واحده. طيب الايزو بيطلب ان نظام الانترنال اوديت يمشي ازاي؟ اول حاجه بيتم تكوين فريق للمراجعه مستقله عن الاجراءات، يعني ما ينفعش اخلي هو اللي بيراجع ده شغال في ديبارتمنت تبع في اي ديبارتمنت من الديبارتمنت بتاعت الشركه بتاعتي. لازم تكون اداره مستقله مسؤوله عن الايزو ومسؤوله عن الكواليتي، زي مثلا اداره الكواليتي هي دايما اللي بتبقى مسؤوله عن تنفيذ الايزو وعن المراجعات الداخليه بتاعته. طيب بيبتدي الفريق يراجع اجراءات الشركه ويشوف النقط اللي هيفتش عليها، يبتدي يحدد ايه النقط اللي هيفتش عليها، ويبتدي يشوف ايه الديبارتمنت هيدخل على مين اول ومين لا، او مين يعني يبتدي ان هو يدي الجدول بتاعه للاوديت اللي هيعمله. بعد كده بيجهز لنفسه حاجه كده زي تشيك ليست علشان يستخدمها وهو بيفتش على العمليات اللي بتحصل قدامه. حضرتك لو كنت من ضمن الشركات بتاعت الكونستراكشن اللي احنا شغالين فيها، بيبقى داخل عليك الراجل بتاع الاوديت بتشيك ليست كده مكتوب فيها. اول حاجه ان هو لازم مثلا يشوف الاورجانيزيشن شارت بتاعت الشركه او بتاعت الموقع بتاعه، يشوف الكواليتي بلان اللي محطوطه عنده، يشوف البوليسي الورقه بتاعت البوليسي اللي متعلقه المفروض في اي مكان من مكاتب الشركه، المفروض انها تبقى في مكان ظاهر في الشركه. يبتدي يشوف هل سياسه الكواليتي منتشره ما بين الناس في الديبارتمنت او في البروجكت ده ولا لا. بيشوف مثلا الماتيريالز، بيشوف اول حاجه هل الحاجه موجوده في مكانها، هل الاركايفنج موجود في مكانه، هل الرننج دوكيومنتس دلوقتي اللي انت بتتعامل فيها هل موجوده في مكانها او معمول لها فايلنج بطريقه صحيحه. بيبتدي بقى ياخد من عندك ماتيريال مثلا او ريكويست فور انفورميشن او اي حاجه، بياخد كل التريد بتاعها لحد ما يوصل بيها لاخر دوكيمنت ممكن تكون اتسلمت بيها، يشوف كل الريفرنسز بقى اللي جايه في الدوكيمنت دي لاخرها. فالتشيك ليست دي بيخليه بقى ان هو يتابع مثلا ياخد حاجه من الشوب درون، ياخد حاجه من الماتيريال، ياخد حاجه من الريكوست فور انفورميشن، من الريكوست فور انسبكشن، ياخد كل دوكيمنتس من دوكيمنتس دي ويعلم عليها هل هي فعلا موجوده، هل هي مطبق عليها الكواليتي، هل الورقه مطابقه دي للمواصفات ولا لا، هل الورقه كنترول ولا لا، هل عليها الاختام والامضاءات والكلام ده كله ولا لا. فالتشيك ليست دي بيخلي الاوديتور يراجع كل الايتمز الموجوده عندك في الستاندرد ويتاكد عشان ما ينساش اي حاجه، يتاكد ان كل حاجه معموله بشكل صحيح. تمام؟ بعد كده بيبتدي ان هو يحط خطه للتفتيش. هيفتش امتى؟ على انهي اداره؟ ومحتاج مين معاه في التفتيش؟ في ساعات ان الكواليتي بيشترط ان هو ياخد ممثل من الاداره دي معاه علشان يبقى شاهد على الميتنج بتاع الاوديت ده، عشان ما حدش يقول ان هو الراجل ده كان عنده مثلا كان عنده حاله مطابقه وهو كتب ان هي حاله غير مطابقه. لا، لازم يكون في حد من الديبارتمنت ده شاهد معاه في الاوديت ده، في الميتنج بتاع الاوديت ده. تمام؟ طيب هو جه وحط الخطه وبدا يعمل التفتيش. بعد ما يخلص عمليات التفتيش دي بيطلع تقرير عن الاداره اذا كانت مطابقه للاجراءات والسياسات ولا لا، وبعدين بيرفع التقرير ده للاداره المعنيه وبيقول ان في بعض النقاط او الاجراءات مخالفه للسياسات والستاندرد بتاعتنا، وبالتالي محتاج ان هو يحط لها كوركتيف اكشن او اجراءات تصحيحيه. طيب المخالفات او عدم المطابقه دي بتسمى نون كونفورميتي، او بنسميها نون كونفورميتي. تمام؟ اللي احنا بناء عليها بنعمل عليها كوركتيف اكشن. طيب الانترنال اوديت بيطلع حالات عدم مطابقه وبيبعتها للادارات المعنيه عشان تبتدي تحط لها اجراءات تصحيحيه، وبتبعت الاجراءات دي للفريق علشان يقول ان الاجراءات دي هتحل المشكله ولا لا. بيبعتها طبعا للفريق الاوديت عشان يتاكد منها هل الاجراءات التصحيحيه اللي الديبارتمنت دي عملتها مطابقه وفعلا هتطلع لنا منتج صحيح، او هتخلي الديبارتمنت دي ماشيه كده على التراك معانا ولا لا. في الاخر الانترنال اوديت بيتابع تنفيذ العمليات والاجراءات دي لحد ما تنتهي ويتأكد إن كل حالات عدم المطابقة اتقفلت وبقت ماشية على إجراءات الشركة المظبوطة. طيب باختصار كده الأودت ده عبارة عن إيه؟ الانترنال أودت هو وسيلة بتستخدمها الشركة علشان تقيم بيها أداء والتزام الشركة كشركة أو كل إدارة على حدة. تمام؟ طيب أنا دلوقتي خلاص عملت الأودت وخلصت وطلعت الريبورت وعملت كوركتيف أكشن وتمام زي الفل وكده، خلاص ما عنديش حاجة، أنا كده خلاص خلصت؟ لا طبعا. في عندي حاجة اسمها management review.
المانجمنت ريفيو ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن مراجعه الاداره. المانجمنت ريفيو ده هو اجتماع او مجموعه من الاجتماعات اللي بتعملها الاداره العليا للشركه، بتراجع فيها كل عمليات تقييم الاداء والاهداف والسياسات والنتائج علشان تحسن بيها اداء الشركه. كل الريبورتس بتاعت الاودن دي بتبقى انبوت لاجتماع الاداره ده علشان يطلع منه الاوتبوت. الاوتبوت بقى بتاعته ايه؟ ان هي الاجراءات التصحيحيه اللي احنا اتفقنا عليها في الاول، بس دي اجراءات تصحيحيه للشركه ككل، مش اجراءات تصحيحيه للديبارتمنت اللي طلع عنده النون كونفورميتي. تمام. طيب تاني حاجه بيعمل الخطوات، بيحدد ايه هي الخطوات اللي انا الشركه هتاخدها علشان تحقق الاهداف او تطورها. تالت حاجه ايه هي الموارد اللي الشركه محتاجاها علشان تؤدي طبيعه عملها او تؤدي عملها ده بشكل صحيح وشكل مظبوط. تمام. ده كده اللي بنتكلم عن الايفالويشن. طيب